صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 24 لسنة 2023 بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: المادة الأولى: تعين السيدة هادية محمد فتح الله محمد فتح الله أمينا عاما مساعدا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة.